بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعلمنا في التسجيل الماضي كيفية تقسيم ملف PDF من خلال تطبيق I love PDF. اليوم في هذا التسجيل راح نتعلم كيفية تحويل ملف PDF مصور لملف نصي مقروء من خلال موقع OCR.space على جهاز البولاريس. طبعا العملية سهلة جدا، ورجاء اتباع نفس الخطوات المذكورة في هذا التسجيل. خلينا نبدأ بالعمل. الآن أنا موجودة في كافة التطبيقات، لهيك راح أضغط على حرف الجي لحد ما أوصل طبعا جوجل. الآن بضغط انتر على جوجل وبنتظر لحد ما يفتح تطبيق جوجل. أعرض العنصر واحد من إجمالي واحد. تمام. الآن بنتقل لبحث. زر البحث الصوتي. بحث. وبضغط إنتر. نقطة نقطة نقطة. تم الضغط طويلا على بحث. نقطة 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 مسافة. كمان مرة إنتر على أساس يتم تفعيل مربع التحرير. تم تعطيله بحث. نقطة نقطة نقطة. الآن بحول اللغة للإنجليزي. إنجليزي. وبكتب O. T R نقطة S S P P A A C C E E وبضغط إنتر. الآن بتحرك ب F3 لحد ما أوصل عنوان صفحة النتائج. زر البحث الصوتي. الانتقال إلى ميزة OCR full stop space hyphen بحث Google. تمام، هذا هو عنوان صفحة النتائج. الآن أنا بدي أختار النتيجة الثانية. بتحرك ب F3 مرة واحدة. OCR full stop space https. تمام، هاي هي النتيجة الأولى. بتحرك زر التمرير. طبعا ظهر الرابط على السطر الإلكتروني. الآن بتحرك ب F3 مرة واحدة عشان أنتقل للنتيجة الثانية. OCR full stop space https. هاي هي النتيجة الثانية وبضغط إنتر. OCR full stop زر إغلاق علامة التبويب. تمام، مدام قال لي زر إغلاق علامة التبويب. Online OCR comma searchable PDF hyphen fresh 2018 OCR. هذا بيعني إنه أنا موجودة في جوا تطبيق جوجل كروم. بهيك بنكون فتحنا موقع OCR.space من خلال تطبيق جوجل كروم. أول خطوة بدنا نعملها هي رفع ملف PDF على موقع OCR.space. لهيك راح نضغط على Alt مع حرف الـ E. صندوق تحرير تم تعطيله. طبعا مثل ما سمعنا صندوق تحرير تم تعطيله، هذا بيعني انه احنا انتقلنا لأول صندوق تحرير او لأول مربع تحرير في هاي الصفحة. بتحرك زر التمرير العلوي مرة واحدة. زر اختيار ملف. اختيار ملف. بضغط انتر. قائمة الكاميرا. طبعا قائمة الكاميرا الملف الموجود عندي أنا هو موجود جوا مستندات، لهيك راح أضغط على حرف الميم. قائمة مستندات. مستندات وبضغط انتر. مستند زر عرض الجذور. تمام، مثل ما سمعنا قال زر عرض الجذور، هذا بيعني إنه إحنا الآن موجودين في القائمة اللي بتشتمل على أماكن التخزين للملفات والمجلدات الخاصة فينا. الملف اللي بدي أحوله أنا موجود في القرص الوامض، لهيك راح أضغط على حرف الواو. قائمة وحدة تخزين داخلية فاصلة 39. تمام، وحدة تخزين داخلية وبضغط إنتر على وحدة تخزين داخلية. قائمة فول ستوب كوما 7 أبريل 2018. تمام، أنا الآن واقفة على أول مجلد أو أول ملف الموجود في القرص الوامض الخاص بجهازي. طبعا أنا جهازي مليان بالملفات وبالمجلدات، لهيك راح أستخدم خاصية البحث على أساس أوصل للملف اللي بدي أحوله بشكل سريع. بضغط حرف الباء. زر بحث. تمام، بحث وبضغط إنتر. صندوق تحرير تم تعطيله بحث. كمان مرة إنتر. طبعا أنا ملفي باللغة الإنجليزية اسمه رام الله، بس باللغة الإنجليزية فبحول اللغة إنجليزي وبكتب R A M A A H. تمام، وبضغط إنتر.
زلي على ضال جذور. الآن بتحرك ب F3 لحد زلي ما على ضال أوصل شبكة. زلي على سيت النتيجة ملك. اللي صندوق تحرير تم قائمة. بدي قائمة. إياها. رامالا فول ستوب بي دي اف كوما الرابعة عشرة من طبعا مايو. مش هذا الملف، قائمة رامالا هايفن 1 هايفن 30 فول تمام، ستوب هذا بي هو دي اف رام الله كوما الرابعة واحد عشرة من لثلاثين مايو. بي دي اف، يعني هي المقسم من صفحة واحد لصفحة 30، وبضغط انتر على أساس يتم رفعه. كروم زر إغلاق علامة التبويب. تمام، قال لي زر إغلاق علامة التبويب إذا تم رفع الملف بسرعة. الآن الخطوة الثالثة أو الخطوة الثانية هي اختيار اللغة، بضغط على Alt مع حرف الـ E. صندوق تحرير تم تعطيله معطل. طبعا https هذا كولن المربع سلاش سلاش التحرير هو كولن خاص زي إضافة إلى باسم مجموعة من الاختيارات. عنوان الموقع، فبضغط على Alt و E كمان مرة. صندوق تحرير تم تعطيله. هذا هو المربع التحرير الأول، طبعا اللي فوقه زي اختيار ملف. اختيار ملف. لا، احنا صندوق تحرير تم تعطيله. الآن احنا واقفين بمربع التحرير، بتحرك بزر التمرير السفلي مرة واحدة. English. انجلش، طبعا اللغة الافتراضية، طبعا هي اللغة الإنجليزية اللغة الافتراضية للتحويل، لهيك أنا لازم أغير اللغة، فبضغط انتر. تنبيه. English. صندوق خيارات لم يتم تمام، التحديد. الآن Dutch. بتحرك بزر التمرير العلوي لحد ما أوصل أرابيك. صندوق خيارات لم يتم صندوق خيارات صندوق خيار صندوق صندوق خيارات لم يتم التحديد. رش صندوق خيارات لم صندوق خيار صندوق خيار صندوق صندوق خيار صندوق خيارات لم يتم التحديد. دال صندوق خيارات لم صندوق خيارات صندوق خيار صندوق خيارات لم يتم صندوق خيارات لم صندوق خيارات لم صندوق خيارات لم يتم التحديد. Arabic. وبضغط انتر. Chrome. Arabic. تمام، هيك بنكون اخترنا اللغة العربية. الآن نضغط على حرف السين Searchable PDF. كمان مرة، حرف السين. Start OCR! Exclamation mark. تمام، Start OCR، بعدين بعديها علامة التعجب، بضغط انتر. Start OCR! Exclamation mark. طبعا وبنتظر لحد ما تنتهي عملية المعالجة. طبعا عملية المعالجة أو عملية التحويل ملف الصورة لملف نصي مقروء طويلة نسبيا، بتعتمد على حسب حجم الملف وعلى حسب عدد صفحاته. لحد ما ينتهي الجهاز من المعالجة، أنا بدي إياكم تهتموا لنقطتين. النقطة الأولى إنه بعد Start OCR Explanation في عنا Download. تمام عندنا داونلود، إذا ستارت Start OCR! Exclamation mark. بتحرك بزر التمرير السفلي داونلود. Download. الآن لما ينتهي الجهاز من المعالجة راح نلاقي بين داونلود وستارت Start أو سي OCR! آر Exclamation mark. راح نلاقي زر موجود جنبه علامة الضرب. هذه أول نقطة. النقطة الثانية إنه أنا لو تحركت ب F3 Download. داونلود Show overlay. كمان مرة F3، صندوق تحرير تم تعطيله. هون في عندي صندوق تحرير كمان، بس هذا صندوق التحرير فاضي وهو مهم جدا في الوقت الحالي. ليه؟ لأنه الجهاز لما ينتهي من معالجة التحويل طبعا ملف الصورة ويحوله لملف نصي، راح يظهر في مربع التحرير هذا عبارة Result for Image Page 1. صندوق تحرير تم تعطيله. تمام. Result for Image slash Page 1. تمام، مثل ما سمعنا، يعني أنا إحنا كنا واقفين على مربع التحرير، فمباشر يعني أثناء كلامي سمعنا عبارة Result for Image Page 1، هذا بيعني إنه الجهاز أو الموقع انتهى من معالجة الملف. نتحرك بزر التمرير العلوية. Show overlay. Download. داونلود. زر علامة الضرب. تمام، هي علامة الضرب انوجدت بين داونلود وبين زر علامة الضرب وبين Start OCR! Start Exclamation mark. OCR. بهاي الطريقة أنا بعرف إنه الجهاز انتهى من عملية المعالجة. الآن بدنا نعمل آخر خطوة، زر هي علامة الضرب. عملية زر علامة تنزيل الضرب. الملف. Download.
Show overlay. بس بعد داونلود في عندي خيار اسمه Show Overlay. هلأ هذا الخيار إذا ضغطت عليه انتر راح يعرض لي الجهاز الملف اللي تم تحويله لنص مقروء من خلال الموقع، يعني في صفحة الموقع. أنا ما بدي يتم عرضه في الموقع، خلينا نضغط download. على داونلود انتر. download. تمام، لح نشوف ايش الرسالة بتطلع. تمام، مرة أخرى الخيارات المتاحة بالقرب من الجزء السفلي من الشاشة. هل تريد تنزيل؟ بعدين قال parsed result dot text. الآن إذا الملف، اسم الملف الافتراضي اللي بيتم تحويله هو بيكون parsed result. طبعا نضغط على حرف التاء عشان نوصل تنزيل، وبنضغط انتر، تنزيل انتر. تمام، هيك بيتم تنزيل الملف. الآن عشان أتأكد إنه الملف تم تنزيله بضغط على مسافة مع حرف الظاء عشان أفتح قائمة الإشعارات. تمام، بتحرك الآن بزر التمرير السفلي. تمام، مثل ما سمعنا parse result one text. إذن 113.77 كيلو بايت. تمام، وقال لي اكتمل التنزيل، وبعدين قال لي حجم التنزيل بالكيلو بايت. هذا بيعني إنه عملية التنزيل للملف طبعا تمت بنجاح. الآن خلينا نطلع من جوجل كروم ونروح على مدير الملفات. طبعا انا طلعت ب F4 وعلى مدير الملفات، لانه اي ملف بيتم تحويله، اي ملف بيتم تحويله بنلاقيه في جوا مجلد داونلود في القرص الوامض. طبعا اسم الملف parsed result. نضغط انتر على مدير الملفات. القرص الوامض واحد. انتر واحد. حرف الدي او الدال. documents download. داونلود انتر. تمام، نضغط حرف البي. تمام، هاي الملف parse result. نضغط انتر. تحميل parse result 1txt فتح. تمام، بهيك بنكون فتحنا الملف. خليني أتحرك بزر التمرير السفلي على أساس تسمعوا جودة القراءة. طبعا مثل ما هو معروف جودة القراءة بتعتمد على جودة التصوير. الجزء الأول. الجسور. الطقس شديد الحرارة على الجسم. قطرة العرق تنحدر منجبين إلى إطار نظارتي ثم تنحدر على. بهيك بنكون وصلنا لنهاية التسجيل. أرجو أنه يكون التسجيل واضح، وفي النهاية راح أترككم مع صوت ليلى وهي بتقرأ في ملف تكست كان بالأصل PDF مصور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العدسة. غبش شامل يغلى الماء أراه وما توقع وما أتذكره. نقطة 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 مسافة هنا تتأرجح فيه مشاهد عمر انقضى أكثره في محاولة الوصول إلى هنا. نقطة طقطقت الخشب تحت قدمي على كتفة الأيسر حقيبة صغيرة أمشي باتجاه. فقرة جديدة. ها أنا قطع النهر الأردن علامة اقتباس. أسمع الغرب مشية عادية مشية تبدو عادية وراء العالم وأمامي عالمي. نقطة أخير ما أتذكرها من هذا الجسر أنني عبرته في طريقي من رمى الله إلى عمان قبل 30 سنة ومنها إلى مصر لاستئناف دراستي في جامعة القاهرة. أنه العام الدراسي 64 1966 عام صباح 2/5 من حزيران 1967 امتحان اللغة اللاتينية. لم يبق إلا هذا الامتحان بعده بيومين 2 مادة الرواية وبعده مادة المسرح ثم أكون وفي معهد لم يف بأن أنجح. وحققت رغبة أمي في أن ترى أول ولد جامعي من أولادها. نقطة مرت الامتحانات السابقة في تاريخ الحضارة الأوروبية والشعر.
الإنجليزي النقد الأدبي واللغويات والترجمة بدون مفاجأة هانت نقطة نقطة مسافة نقطة نقطة بعده النتيجة تسوء بدون مفاجأة هانت نقطة نقطة مسافة نقطة نقطة بعد ظهور النتيجة تسوء إلى عمان ومنها عبر نفس الجسر إلى رام الله حيث فقرات جديدة علمت من رسائل الوالدين أنهما خرعا في طلاء بيتنا في عمى الفتاوي استعدادا لعواتيب علامة اقتباس الشهادة علامة اقتباس نقطة علامة اقتباس نقطة